بكره بكره في لجنه خاصه من وزاره العدل تم تشكيلها لبحث مشروع قانون اسمه العقوبات البديله. ايه العقوبات البديله ده؟ ده مشروع كان انتهى منه المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمه الاستئناف. واتكلم فيه مع وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان قال له انا عندي مشروع قانون اسمه العقوبات البديله. ايه يا فندم العقوبات البديله ده؟ قال لك العقوبات البديله ده انه احنا نسعى الى الغاء الحبس في قضايا الغارمين والغارمات. ونستبدلها بعقوبه اخرى. فالنائب سليمان وهدان قال والله دي فكره كويسه عرضها على اللجنة التشريعية في البرلمان فاللجنة التشريعية في البرلمان قالت طيب خلونا نشكل لجنة خاصة من وزارة العدل اللجنة الخاصة بتاعت وزارة العدل دي تبدأ تبحث وتناقش هذا المشروع طيب ده مشروع كويس اه ده مشروع عظيم جدا ليه بقى مشروع عظيم جدا لانه احنا عندنا هم هم يسيء لصورة الشعب مش صورة الدولة بس يعني هو طبعا يسيء لصورة الدولة ويسيء لصورة الشعب المصري ان يبقى عندك ناس غلابة جدا وفقرة جدا ويبقوا مديونين في حاجات يعني خاصة بحياته يعني استلفوا اشتروا حاجات وعليهم اقساط فياخد حكم ويتحبس صحيح في منهج لدى الادارة المصرية الان وهذا المنهج مدفوع من الرئيس انه ما يبقاش فيه غارمين ولا يبقى فيه غريمات وفي جمعيات أهلية كتير يعني مصر الخير والأرمان وغيرهم بيدفعوا الدولة نفسها بتدفع الرئيس بيدفع أحيانا من, من جيبه عشان يخلص مشاكل الغريمين والغريمات لأنه عيب قوي على بلد كبيرة زي دي يبقى ناس يعني نايمة في بيوتها وفي ناس محبوسة لأنه عليه فلوس 15 ولا 20 ولا 30 ألف جنيه وهو الداين عشان حاجات أساسية أو حاجات حتى مش أساسية لكن في النهايه عيب. طيب. فاذا ده قانون مهم؟ اه قانون مهم كمان على المستوى الدولي بالمناسبه لانك لما تقر هذا القانون اللي ليه شبيه في دول اخرى. ده يرفع التصنيف بتاعك لدى الامم المتحده في مساحه حقوق الانسان، لان حقوق الانسان مش هي حقوق الراي فقط، حقوق الانسان انك تعيش كويس، انك تاكل كويس، انك تتعلم كويس، انك تتعالج كويس. فاذا اذا ده ده اللي حاصل هذا المشروع مفيد من كل ناحيه طيب اللي معروض فيه ايه يعني اللي معروض في هذا المشروع ايه انه نستبدل الحبس بعقوبات مثلا يعني زي انه الناس اللي هيصدر عليهم حكم ما يتحبس يشتغل في المشروعات الصغيره والمتوسطه او مشروعات الدوله ويبقى في جزء من شغله ده يتسدد بيه تتسدد بيه الفلوس ده اقتراح يعني هنا ما وصلتش اللجنه لانه ده الاجتماع التاني للجنه بكره بس انا قلت الفت الانتباه لهذه اللجنه وعملها لانه ممكن تعمل انفراج طيب بس في جانب تاني ما ينفعش نهمله ودي رساله للناس مصر يا جماعه فيها عوار اجتماعي ضخم جدا عوار اجتماعي اه فيها ازمه اجتماعيه اه فيها مشكله اجتماعيه اه ليه لانه معظم الغارمين والغارمات بيروحوا في ايه بيبقى الراجل على باب الله رقيق الحال الست بتاعته ست بيت ما بتشتغلش وبعدين عاوزين يجوزوا البت فيجهزوا البنت مثلا في قريه او في حي نفس الجهاز اللي بتتجهز بيه الاغنى بنت في البلد إحنا شفنا شفنا يعني في قريتي بيحصل ده والقرى المجاوره بيحصل ده تبقى تلاقي مثلا حد كده ما انتش متوقع وفجأه مجهز بنته جهاز غير طبيعي ثلجت وغسلت وحاجات حاجات غريبه جدا يعني فتقول لي يا اخي ما هو حقها ما هي بنت وعروسه وعايزه تفرح ايوه بقى هي بتفرح بس امها بتدخل السجن ب يعني هي بتفرح بس ابوها بيدخل السجن او اختها بتدخل السجن ففي جزء من انه الناس يا جماعه لازم ثقافتنا تتغير انه الجواز ده مش معناه انه الناس تقعد تشتري حاجات تستخدمها او ما تستخدمهاش عشان الناس هيروحوا للعروسه يفتحوا الدولاب بتاعها فيشوفوا جايبه كام فستان وكم قميص نوم وكم مش عارف شبشب وكم ايه ده يعني ايه الخلل والعوار الاجتماعي اللي احنا فيه ليه الناس ما بتعش فهنا لازم نخف عن بعض، نرحم بعض، اللي رايح يتجوز واخدها فرصه. تمام؟ يعني يعني اللي رايح يتجوز ده يعني هاتولي وهاتولي وهاتولي، وهم يقولوا له هات وهات 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 وهات، ليه الناس يعني يعني قاسيه على بعض؟ طب إذا كان أنا عندي هنا إصلاح تشريعي هيحصل يعني الحقيقه المستشار سامح عبد الحكم دي فكره مهمه جدا واللجنه بتاعه وزاره العدل بتشتغل واللجنه التشريعيه بعد كده هتشتغل ومجلس النواب هيشتغل فانا عندي اصلاح تشريعي يصلح ثغره اجتماعيه انه ما ينفعش يبقى عندي غريمين وغريمات في السجون بس طب الناس احنا بقى وظيفتنا ايه انه يا جماعه نرحم بعض شويه بلاش المظاهر الكدابه دي بلاش انه انت تبقى عندك ازمه اقتصاديه انت دخلك على قدك وبعدين تلاقي والله انا اعرف من الحياه تلاقي البنت بتتجهز فيجيبوا لها غساله فول اوتوماتيك واف اوتوماتيك وغساله عاديه ايه انت بتجوز بنت الخديوي اسماعيل يعني بالراحه شويه اه وتلاقي مش عارف تلاجة ثلاجه دي فريزر وتجيب مش عارف ايه طب ليه يا فندم عامله ايه يعني دي كلها بالديون فانا بقول يا جماعه يا جماعه المظهريه هتضيع البلد